نفسه معي حادث مروري، احنا واقفين من البار وطلعنا في سيارة في الخط وصبع في حادث مروري، والحمد لله الآن أنا أمشي على حل عكاز الآن، ليس لدي أي عمل وإنما أنا أصبت وجالس الآن، ولدي أخ هذا الذي يساعدني ويذهب بالبحر لكي يشكى علي لي ولأسرتي ولأسرته. أخي كان يشتغل مع الناس، يعني نحن معنا قارب بدون محرك، وأخي كان يتعامل مع الناس ويشكى صال ويطلع الغبة ويقلب وبنجيز، يعني أخي كان أول يتعامل مع ناس مليان تعب ويشكى علينا ويصرف علينا ويصرف على أسرته وعلى أسرتي، ونحن مرة بيت يعني مرة واحدة في بيت واحد. كل المحرك الحمد لله، يعني اخي رجع يشتغل شغل بسرعه، وزي اصحابه الحمد لله، يروح نهار يروح ليل يروح، يعني حقه الحق. والان اخي ما شاء الله يعني لديه حق ويطلب الله بحقه ويطلع وينزل ويساعدنا ويعتني بالاسر كامل، باسرتنا كامل ان شاء الله.